ازيك يا جماعة، عاملين ايه؟ رجعنا لكم مع فيديو جديد. النهاردة هنرسم انا ورورو. طبعا يلا بينا نبدأ. تنسوا لايك والاشتراك. بصوا يا جماعة، احنا رسوماتنا بصراحة كده، احنا بنرسم، بنحاول نرسم بحر والكلام كده، فرسوماتنا تافهة ووحشة قوي. يعني اول حاجة بحاول ارسم نيمو، ونيمو طلع كده والقرش طلع كده. انا حاول ارسم قرش برضه، حاول ارسم قرش صعب جدا. ده مش هعمله. لا، ما انا برسمه بشكل فنان، لقيته بشكل وحش جدا بالشكل اي هبل. بصوا يا جماعه، اول حاجه شو ترسموا قرش. اول خطوه لرسم القرش، عشان نرسم كرش حد، قصدي يعني عشان نرسم القرش، سمكه قرش. اول خطوه تعملوا كده صح. بص، ده انا برسم يا جماعة جزيرة تحت المية. انا بعمل ايه؟ طبعا يا جماعة لعلمكم انا رسمي مش حلو خالص، فاللي ما بيحبش رسمي يعرف انه ليه حق. هو ايه اللي انا بعمله ده يا جماعة؟ انا رسمة سمكة ايدي، سمكة تخينة دي، ده عصفورة. انت ايه العصفور دي عصفورة يا جماعة، ده بطريق. بطريق قلب على سمكة، بطريق مشكل. اعمل ايه؟ انا مش عارفة يا جماعة اعمل ايه. هو القرش المفروض يبقى عنده رموش؟ بعمل ايه بس؟ ما بصي رأيكم في القرش الجميل، قرش عسل. ده مش قرش، احنا كل رسوماتنا فاشلة. طب دي اخر رسمة، لو ما نجحتش هنضطر نجيب صفحة تانية، عشان تاني نجيب ورق تاني. هنهلون، هلون يعني حاجات خفيفة كده عشان اللون ما يخلصش وكده. يعني مثلا اللي بيبقى عايز يلون ساعات بيعمل كده، حاجات بسيطة. اوكي يا جماعة، اسفين جدا، بس ده اسمه دي اي كده كلام. مش سمكة قرش، دي كده سمكة بطاطس. بصوا يا جماعة هوريكم رسمته، معلش. وكان في بطاطس هنا، بطاطس هنا، ما انا بطاطس كاملة هي اساسا. بصوا يا جماعة، حاجة اوضح لكم الرسمة. استنوا، ده مش قرش، ده كده اسمه ايه؟ ده كده الرسمة عمرها ما توضح، عمرها ما توضح ليه؟ من كتر ما يوحش. بص بقى، عامل كأن القرش عنده ايه؟ انا هرسم شعاب مرجانية، هرسم شعاب مرجانية او يعني اعشاب، اعشاب البحر، اعشاب بحر كمان. بصوا يعني هفهمكوا دلوقتي، اللي مش فاهم هيفهم. اوبس اوبس، سوري يا جماعة خربت اول، ولو ما اتخربتش بس عاملة زي البسلة شوية. انا تحس ان انا عامل بطاطس عليها الماء، عليها ايه؟ عليها كنافة. هوريكم يا جماعة رورو. اوكي. البطاطس اللي بصوا يا جماعة، انا هلون اي حاجة عشان لو لونت كله مش هيبان النبات، فلازم ساعات كده تلونوا اي حاجة. ثانية واحدة، اوكي. بعدين
تاني خطوة هتبقى مش عارفة ارسم. استني واحدة جماعة، بصوا رسمتي، هي دي رسمتي. هرسم شمس. اوكي بصوا يا جماعة، هنعمل اي شمس كده اللون، معرفش ليه ما بيبانش، بس انا مش متحكمة اوي في الشمس دي لسبب ما. بصوا انا عايزة ارسم لكم شمس تانية. بصوا وانا يعني انا اعتبر ايه الشمس هنا بس كده. لا خلينا في دي ولا كأنها موجودة، زي دي كده، دي بقى انا موجودة. ايه الرسمة بتاعتي؟ ابعد كده، هي دي رسمتي بس ما غير الكلام ده. فاستنوا حاول اخفقكم الكلام ده، استنوا. بصوا يا جماعة هنعمل كده يعني طنش شو ده. هي دي الرسمة، يا رب تعجبكم. خلصت رسمتك؟ لا. اوكي نعمل بوز لحد ما يخلص، ولا اقول هنستنى. انا هو معاكم، احنا معاكم، بس يعني انا تعبت من مسكة الكاميرا. ف طب ما تمسكيها. ارسم. ماشي، ما اعرفش اعمل ايه ولا ايه. انت ممكن تستعمل اللون اللي عندي. ما انا عارف، بس انا مش عايز. ثانية واحدة، احنا رجعنا. هنا كمان قاعدة مريح، وانا قاعد بس متعبان. انا خلصت. لا لا، لو بتحبوا اللي هي مسابقة الرسومات دي قولولنا، ولو عايزين جزء اتنين. لو بدي دوس السبع لايكات هنعمل جزء اتنين على طول، مش على طول بس يعني انا من جزء اتنين. بس لو عملنا جزء اتنين وطلع جامد برضه هنقعد نستمر في الحاجات دي. ممكن بس مش على طول، اصل احنا هوايتنا روبلوكس واللي هي اللعب العادية، نحب نلعب زي روبوتس يعني هكذا. انت بتحبها؟ انا بحبهاش لعبة الروبوت يا جماعة، دي لعبة ولادي اساسا فيها روبوتات وكده. اتفرجوا على قناة رورو، اللينك هحطه لكم في الوصف، وما تنسوش تشتركوا عند رورو. ايه دوروا على الفيديوهات اللي تحت او في النص كده، بصوا دوروا في فيديوهاته هتلاقوا فيديوهات خطيرة. هو مش شرط الفيديوهات يبقى عليها مشاهدات كتير عشان تبقى حلوة، هي الفيديوهات ممكن تبقى مش مشهورة لسه وحلوة يعني. احنا لسه في البداية. بصراحة احنا بقالنا يعني احنا بقالنا بتاع 10 شهور على اليوتيوب وما وصلناش ل 100 مشترك. اذا كان انا 14 مشترك. انت قناتك موجودة بقالها سنتين، بس من غير فيديوهات. بدأت تعمل فيديوهات من 10 شهور. ازاي قناتي بقالها سنتين؟ يعني احنا كنا عاملين قناة الاكاونت، بس ما كناش ايه، ما كناش نعمل فيديوهات، ان احنا ما كناش نعرف وكده، وماما ما كانتش سامحانا والكلام ده. يعني احنا اصلا ما طلبناش، ما فكرناش في اليوتيوب ده خالص، بس لما قعدنا نتفرج على يوتيوبرز كتير بيعملوا فيديوهات ويعني بيجيلهم دعم وكده بدأنا قناة، وما بيجيلناش حاجة. يا جماعة بصوا، انا اعرف يوتيوبر، انا شفت يوتيوبرات كتير بقالهم
شهور بس على اليوتيوب وبيجيلهم ملايين. يا جماعة انا شفت يوتيوب يا جماعة عامل استنى 13 يوم جاله 100,000 مشترك. وات والله 12 مليون قصدي والله 12 يوم والله 11 يوم. طب انا هقول حاجة. بص بص يا جماعة جماعة نسيت كنت عايزة اقول ايه. بصوا يعني ايوه افتكر احنا عاملين قنوات وعايزين مشتركين مش عشان الفلوس والحبشتكنات دي، لا احنا عايزين الناس تعمل تعليقات ونحس ان احنا محبوبين كده صح؟ يعني هو ده بس ما بيتحققش. احنا مش محبوبين، احنا نتكره نتكره. بقول لك واحد بقاله 11 يوم وجاله 100,000 مشترك. انا اعرف حد سنة. لا خلاص لا يلا كمل الرسم ده واحد من اول يا جماعه لما رورو يخلص هنرجع لكم. دي ورقتي بتتكلم ان سمكه بوزه اهي اتت كل السمك ده، بس دي سمكه بسنان وحجمها كبير مش بالحجم، بس ساعات بالحجم. اوكي يا جماعه بصوا ساعات بالحجم يعني. نشوفكم مره جايه مع فيديو جديد. قولوا لنا لو عايزين جزء 2. باي.